طب انا عايز اسالك على حاجه، اتفرجتي على ماتش الاهلي اللي كان فيه حكم بنات؟ الحكمه دي بصراحه يعني كويسه جدا، عندها لياقه عاليه جدا وقرارات فنيه جميله ومظبوطه جدا بصراحه، يعني حاجه اتمنى اكون زيها، اتمنى طبعا اكون حاجه زي دي. ان طبعا شاء الله ان شاء الله ليه ما توصلي، اكونش طول ما زي انت دي؟ عندك اصرار اكيد هتوصلي. يا ريت، انا بجد بتمنى حاجه زي دي، واتمنى تجيني الفرصه ان انا اخد ماتشات تكون جامده وكويسه وتبان للناس كلها، يعني ليه ما ناخدش مثلا ماتشات تبان للناس، الناس تشوفه. وطبعا دلوقتي السنه دي والسنه اللي فاتت جربوا بنات في الدوري الممتاز، زي كابتن شاهين ده المغربي خدت ماتشات دوري ممتاز وبانت فيها بشكل كويس جدا، وكابتن يارا عاطف خدت برضه، وكابتن منى خدت، وكابتن نور سمير خدوا ماتشات دي وجربوا، وكانت تجربه ناجحه وكانوا كويسين جدا، ولسه بيجربوا برضه الحاجات زي دي. دايما في المعسكرات بيقولوا لنا ان انتوا هتاخدوا ماتشات وهندعم منكم العنصر النسائي في الدوري الممتاز كتير، بس هما بينقوا الناس المميزه عشان يبانوا بشكل كويس، وده فعلا صح ان هو لازم ياخدوا الناس الكويسه عشان يبان للناس كلها ان لا احنا عندنا حد كويس اهو، مش ياخدوا اي حد وخلاص يبين شكل الدنيا ان هي وحشه. العنصر النسائي اللي معانا في الحلقة مخطوب مش كده؟ ايوه احكي لنا بقى عن عاطفيا كابتن سميح عاطفيا. عايشة ازاي؟ ايه والله، هي الخطوبه جت بعد الكليه، بعد ما خلصت الكليه والتعليم كنت انا مش بفكر في الموضوع خالص، كنت بقول دايما اي حاجه اقول خلينا بعد الكليه، فجيت بعد الكليه حد اتقدم لي يعني كويس، هو صاحب جوز اختي. بمناسبه اختي بقى حابه اتكلم عنها كتير، اختي دي يعني ربنا يكرمها يا رب احسن حد في حياتي وحد انا مفتقداه جدا. اختي اللي كانت بتعمل لي كل حاجه، انا كنت باجي من الماتشات قبل اصغر الكليه، منك انت، اصغر مني ب5 سنين، اسمها اسلام. اتجوزت فانت مفتقداها عشان كده. كانت بتعمل لي كل حاجه، بتعمل لي كل حاجه في البيت، انت ما اكل بتعرفيش تعملي حاجه في البيت اصلا. لازم نعرف الناس برضو. هي من اكل شرب الغسيل اي حاجه، لو عايزه ميه ونيه مع سموه بتروح تجيب. ربنا يبارك لكم في بعض ويخليكم بجد في يعني بعض. اخواتي دايما احسن حاجه في حياتي، اخواتي وامي وابويا، وعندي انا ما عنديش اخوات ولاد، بس عندي عيال عمي وعيال خوالي بالدنيا، ربنا هما برضه يخليكم لبعض. بس ما جبتيش من خطيبك. خطيبي خطيبي في الشغل هيعمل ايه؟ طيب والله مطحون عشان ما لا يجيب اقصد اقول ربنا يخليهولك برضه ربنا ومعاهم يعني، يخليكم يا رب، اكيد شغله بقى ان شاء الله ربنا يا رب على خير، وده يعني وربنا يبارك لك يا رب رب ان واقف شاء الله دايما في حياتك جنبي كلها. وسندي وبيدعمني في حاجات كتير. عايزه اقول لك على حاجه كابتن سماحه، انا اكتشفت في نفسي حاجه، ثبت لي انفعالي ان ده ايوه بيحصل جنبي اصلا وانا مكمله شوفي الحلقه بقى، عشان اقول عادي. لك ان بيبقى واقفه انت بيبقى عندك حاجه تانية خالص، اكتشفت معاكي اهو بكتشف حاجات جديده بتبقى بنفسي واقفه ولا حاسه، حتى لو كوره خبطتني ولا بحكم ولا كأني حاجه سكيت خالص، خالص خدت بالي انا في الحلقه دي. بره بيفضلوا ينادوا عليا نادي بس سامعه.